سامح شكري وزير الخارجية كانت ليه تصريحات النهاردة خلال زيارته للسودان، واللي أكد خلالها أن القيادة السياسية والشعب المصري لديهم إرادة حقيقية لدعم الأشقاء في السودان، وكمان توفير قدرات مصر لانطلاق السودان في المرحلة السياسية الجديدة. وكان وزير الخارجية التقى بعدد من المسؤولين بالسودان، منهم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وكمان وزيرة الخارجية دكتورة أسماء عبد الله، ورئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، وتناولت اللقاءات بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا ومنها مفاوضات سد النهضة.